هو طفل دكتور او عبد اهله. الحميد، ايه عادة يعني، ايه الشكاوي او الانتهاكات اللي بتحصل للطفل عادة؟ ايه النوع الانتهاكات اللي بتحصل دكتور معظمها معظمها ايه؟ انتهاكات جسدية، معظمها ضرب، معظم ضرب. ضرب او اصابة، او مش عايز اقول تعذيب يعني، لكن بيصل الى حد التعذيب، او سوء علاقة بين الطفل وبين مدرسه في المدارس او في البيت مع الاب او الام. دي معظم المشاكل الحقيقة، يعني مشاكل بتاعت اطفال الشوارع او اللي بيشتغلوا او العمالة بتاعت الاطفال، احنا اللي لازم نروح ندور عليهم، هو عادة ما بيشتكوش قوي يعني. بنسبة كام في المية بيحصل إقبال على الخط الساخن؟ هو السنة دي الخط استقبل 87,000 اتصال على مدى الفترة اللي ابتدى يشتغل بيها، أظن من 3 سنين كان 2.5 مليون اتصال، إنما السنة الأخيرة دي 87,000، اتحل منها حوالي 8,000، وآخر ودي حالة نسبة مش بطالة بالنسبة لعدد العمالة والجهد والمبذول، لكن نتمنى إن يبقى زيد عن كده إن شاء الله إن شاء السنين الله الجاية يعني بالتأكيد. بإذن الله. طيب احنا شرحنا بمنتهى التفصيل او يعني بمعظم التفصيل على خط نجدة الطفل والمشورة الطبية، بس عايزين نركز على خط مهم جدا، هو خط خدمة المعاقين. شوف، خدمة المعاقين دي زي ما بقول لحضرتك دي قضية قومية، وإحنا عندنا يمكن حوالي 4 مليون معاق، طفل معاق بين إعاقة جسدية وإعاقة ذهنية، وإحنا يمكن بعد بكرة إن شاء الله هيبقى في لقاء مع معهد التأهيل الحركي والعصبي اللي في إمبابة، وهذا المعهد الحقيقة تابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اللي أنا كنت برأسها لفترة طويلة جدا، وعارف بيعمل إيه المعهد ده، وعنده تخصص إعاقة أطفال، ومدير المعهد الحالي هو رئيس القسم، فاحنا هيجي يزورنا في المجلس القومي، وهنقعد معاه بحيث ان احنا يبقى في تعاون بيننا وبينه في مجال الاعاقه، وهم بيعملوا شغل كويس قوي في الاعاقه حقيقه يعني، بالذات الاطفال يعني. فالخط ده مهم جدا، لانه المعاق ده بيحتاج حد يكلمه، بيحتاج انه يحس ان هو جزء لا يتجزأ من المجتمع، وده حقه علينا ان هو جزء لا يتجزأ من المجتمع بامكانياته، بيتحط في الاطار بتاعه بالامكانيات المتاحه له ذهنيا او جسمانيا. فاحنا مشكله الاعاقه الحقيقه شريف احنا بنحاول نحلها جلوبال زي ما بيقولوا يعني، اطفال وكبار، ويمكن في لقاءات هتتم مع جمعيات اهليه متحدي الاعاقه وغيرها، عشان نحاول قد ما نقدر ان احنا ندمجهم في المجتمع ونحل لهم مشاكلهم بقدر ما نستطيع في الجزئية بتاعتنا اللي هي جزئية الصحة والسكان. لو رحنا لقسم المشورة الطبية، ايه نوع المواضيع اللي بتطرح على قسم المشورة الطبية وبيتم علاجها ازاي؟ يعني انا النهاردة لما حد يكلم قسم المشورة الطبية يقول انا عندي مشكلة الفلانية، بيتم حلها ازاي من خلال المجلس؟ بيتم حلها عن طريق الاتصال باطباء في التخصص، يعني افرضي انه انا اتصلت وقلت ان انا ابني عنده ازمة ربوية او بلع حاجة أو أخد أدوية معينة أو نفسيته تعبانة جدا يعني، أو نفسيته تعبانة يعني نفسيته تعبانة، طبعا دي برضو بتبقى بين الاثنين يعني، بين نجدة الطفل وبين المشورة الطبية، لكن نفترض أنه اتصل وقال نفسيته تعبانة، فإحنا بنتصل بمجموعة أطباء متبرعين مدينا أسمائهم، بنكلمهم ونقول لهم عندنا مشكلة، إن مثلا طفل عنده القلب والنهارده عنده ضيقه نفس وابتدى يبقى فيه زرق في الوجه او فهو يوجهنا، يا اما حاجه تكون بسيطه يقول لي ياخد ايه في البيت، يا اما بيحتاج يروح المستشفى، يا اما بيحتاج يقول لك ابعتيهولي مستشفى كذا انا هشوفه. حقيقه احنا عندنا مجموعه اطباء برضو يعني على مستوى انساني عالي قوي قوي، الناس دي كلها متورعه ورافضين يبلغوا اسمائهم يعني، دايما حضرتك لو سالتيني زي مين من الدكاتره مش قادر اقول لك، لانه في ايثكس بينا ان احنا مش هنقول اسماء. اخر انواع المواضيع او المشاكل اللي حصلت وتم حلها كانت ايه؟ بالنسبه للصحه، للجانب الصحي، كانت معظمها الحقيقه تسممات يعني، طفله بتلعب ببطاس بالذات في الاماكن اللي لسه يعني ما عندهاش الغسالات وكده، فبتشرب بطاس، ودي مشكله كبيره جدا في مصر طبعًا على فكره طبعًا. جدا، او بلعوا ادويه او لانه احنا بناخد الدواء ونحطه على الترابيزه كده، ده مش المفروض، بيبقى ملون وكده او ملون وبتاع، وساعات بيبقى حاجه شرب طعمها حلو بالذات بعض المهدئات يعني. المهم
فمعظمها تسممات فيما يخص الجزء الطبي او ازمات صدريه، ودي محتاجه سرعه طبعا، فبيتم حلها ازاي بقى؟ دي بيتم حلها زي ما بقول لحضرتك، بنتصل بمراكز السموم سواء في عين شمس او في القصر العيني، وايضا متعاونين معانا بشكل كويس جدا، وبيتوجهوا على هناك لو كان محتاجه، او بنقول لهم ياخدوا ايه كانتيدوت يعني حاجه سريعة ضد التسمم سريعه في البيت، ويبقى يروحوا لهم في موقع اخر. بالنسبه لنجده الطفل، معظمها زي ما قلت لحضرتك نوع من الابيوز الجسدي، يعني انضربوا، العنف في البيت او العنف في المدرسه، هم دول يعني يمكن بيشكلوا 70% او 60% من المشكله. والمكالمات بتيجي منين؟ يعني مدى التجربه اللي حضرتك قلت على مدى 87,000 مكالمه اللي جت، المكالمات خصوصا في نجده الطفل ده بتيجي من مين؟ بتيجي من تليفونات عامه. تليفونات عامه يعني تلاقي طفل هو اللي بيتكلم، في كثير من الاحوال هو اللي بيتكلم فعلا، يعني بالذات لما يكون 12 13 سنه، انما لو اصغر من كده اهله اللي بيكلمه. يا اهله يا جيرانه. يعني انا برضو عايز اقول انه ما زال هناك تلاحم مجتمعي بين الناس، يعني مساله ان الناس خلاص بقى كل واحد قفل على نفسه بيته وانفصلنا وناس زي زمان وبتاع القصص دي، لا مش قوي. احنا بيجيلنا تليفونات من الجيران، يعني ناس تقولك انا سامع الواد ده بيعيط واحنا عارفين ان ابوه بيضربه في الحته الفلانيه. هل ممكن يبقى بلاغ زي ما بيقولوا بلاغ كاذب؟ طبعا. او بلاغات كيديه؟ طبعا طبعا، في بلاغات ام متغاظه من بابا فتقوم بالتاكيد بالتاكيد كلامك شكوى يعني كده. في بلاغات، في بلاغات كيديه كتير جدا. لكن تتاكدوا ازاي من صحه البلاغ؟ لا بنروح للمكان. بتروح المكان؟ طبعا بنروح المكان زي ما قلت لحضرتك، من الوزاره، من خلال يا اما وزاره الداخليه وقسم الشرطه اللي موجود، يا اما من المدرسه، يا اما من وزاره التربيه والتعليم، يا اما احنا نفسنا كمجلس بيروح للمكان لو كان مكان يعني ما فيهوش خدمه قوي وما فيهوش خدمات قوي يعني. طب وبنتاكد من صدق المكالمه، لازم نروح ما لهاش حل يعني. طب ازاي بتستفيد بقى وزاره الصحه من التفاعل المباشر ده بوضع سياسات وخطط يستفيد منها المواطن، المواطن المصري؟ ده سؤال ممتاز الحقيقه، لانه احنا في وزارة الصحة لما بنحط خطة للعلاج او خطة لتطوير مستشفيات او لازم نحطها من الفلو من الناس. يعني المريض عاوز ايه؟ يعني انا لو انا راجل مسؤول وعمال ابني في مستشفيات واحط اجهزة واحط مش عارف ايه وفي الاخر العيان مش مستفيد، تمام، يبقى انا زي قلتي اروح، لانه انا في الاخر مين الهدف بتاعي؟ مين اخر الخط؟ طرف الخيط مين؟ المريض. يبقى لازم اعرف المريض ده عاوز ايه، اعرف المريض ده عاوز ايه. احد السبل هي اللي احنا بنتكلم عليها بالذات المعاقين والمنشوره الطبيه، يمكن النجده دي زي ما قلت لحضرتك كلها حاجات اجتماعيه، تمام، لكن الخدمه الطبيه دي احنا بنشوف منها اكتر الامراض الموجوده ايه. مثلا الازمات الربويه فين؟ في الحته الفلانيه والفلانيه والفلانيه. ليه؟ لان في مصنع على بعد كذا بيطلع دخان، يبقى المصنع ده لازم يا وزاره البيئه او وزاره الصناعه تحطوا له فلاتر وتظبطوا القصه بتاعته و و و و حد بيجي له مغص طول النهار واسهال من ايه؟ لانه بيشرب ميه معينه ملوثه، الميه دي فين؟ في صرف صحي على بعد كذا بيخلط بالميه. اللي احنا بنقوله ده بيتعمل، بس بيتعمل على سكيل ضيق، ما هو بالظبط وصغير، يعني فالناس مش حاسه. يعني ممكن الناس بيتفرجوا علينا دلوقتي يقول لك ده طالع يقول اي كلام، لكن دي بتحصل. لكن زي ما قلت حضرتك بتحصل بنطاق ضيق قوي، وعندنا جهد كبير جدا بنحاول نبذله ان احنا نوسع الرقعه دي شويه بقى. يعني نستفيد بخط زي ده، ومش بس خط زي ده، احنا عندنا خط زي ده مقابل له في وزاره الصحه. انا بقول عندنا لان انا لسه حديث العهد بالسكان، انا طول عمري في الصحه يعني، انما عندنا في الصحه رقم برضو طوارئ اللي هو 166 ده، غرفه طوارئ شغاله 24 ساعه برضو عشان تسمع مشاكل الناس الكبار بقى زي حالتنا كده العاديه بقى، شكاوي المرضى، وبناء عليها بنحاول نطرح. كام الرقم حضرتك؟ 166. 166 طيب، ده وزاره الصحه، ده وزاره الصحه، ده المشاكل الناس الكبار او اي حاجه يعني. بس بجد نفسنا يتم تفعيل قصه انه لو في مصنع قريب من البيوت او المنازل يتم تفعيل القرار، انه ما اعرفش ازاي بقى ده ممكن يحصل، بس تعاون اعتقد بين الجهات المختلفه. بقول لحضرتك حاجه، في الاخر قصه ضمير، لا هي قرارات ولا قوانين وحزم زي كده، ضمير وثواب وعقاب، صحيح، يعني إدارة حاسمة وضمير، صح. إذا الاثنين دول توافقوا إحنا كبلد هنبقى كويسين. خط نجدة الطفل 16 3 أصفار 16,000، ده خط نجدة الطفل.
خط خدمة المعاقين هو 0800 36 48، ده خط خدمة المعاقين 0800 36 48. خط المشورة الطبية، وده ثالث خط، هو 16021. خط المشورة الطبية 16021، وكل النمر ديت موجودة على الشاشة دلوقتي. مظبوط. دكتور عبد الحميد، بجد بشكر حضرتك على وجودك معانا النهاردة، نورتنا وأفدتنا، وبجد إن شاء الله نفسنا نقعد مع حضرتك أكتر وأكتر عشان برضو نستعرض جوانب أخرى كتير جدا. تحت أمرك، وأنا بشكر حضراتكم أن أنتم اديتونا الفرصة أن نقول الكلام ده للناس بس عشان نستعرض يعني. ده شرف لينا. كان معانا مشاهدينا دكتور عبد الحميد أباظة، هو مساعد وزير الصحة للأسرة والسكان، وكلمنا عن الخط أو الخطوط الساخنة. شوفونا بعد الفاصل بفقرة جديدة، ونهارك سعيد.